اهلا ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا بيتزا، بيتزا كالزون كالزوني، كل واحد شي يسميها. المهم بيتزا اما على الطريقه التونسيه، خاطر مهما لوشت عليها ما لقيتهاش كان في لي فاست فود التونسيه. كيف كيف بنينه بنينه على الاخر ومزيانه على الاخر. نوريكم البيتزا كيفاش نعملوها. هوني عجنت العجينه نتاعي، هكايا عجنت العجينه وخليتها تخمر. العجينه نخليها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف على خاطر عملتها بالتفصيل، معناها ما نقعدش نعاودها كل مره. بسم الله، توا نهبطوها من غير ما نعاودو نعجنوها. فما ناس تعاود تعجن العجينه بعد ما تخمر كأنك ما عملت شيء. فما وصفات تجي هكاك، فما وصفات لي. نجي ناخذ العجينه، بسم الله هكا، ونقسمها بالتساوي. بسم الله، هذا طرف، بركة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ثمانية طروف. أقسم هذا نحطه هوني. جاتنا ثمانية طروف كالعادة، ناخد نكعبرهم هكايا ونحطهم على الشيرة. وهكا نرش عليهم الفرينة. ونغطيهم تفاديا انهم يتشققوا، يبسوا من برا ويتشققوا. نخليهم على جنب ونبدا نخدم في اول كعبه باذن الله. باش نقول لكم على المكونات نتاع البيتزا. هوني عندي الجبن، الجبن خديت ايمونتال لهنا، وخديت موتزاريلا هوني، وهذا راكليت، جبن راكليت. الجبن هذا طعمه حاضر هو، انا يعجبني كي يبدا طايب. تحب تزيد تزيد، ما تحبش مش لازم، انا اكتفي بالموتزاريلا ولا الموجوده عندك. حتى في تونس الجبنه العربي راهي بنينه 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 على الاخر. وخذيت هوني طن واحدة حكة طن، عصرتها مليح وفتفتها. وهوني سكالوب، خذيت سكالوب قليته كيما عملت في الساندويتش سبيسيال، الساندويتش المقلوب. خليكم رابط تاعو في صندوق الوصف كيما زدتو ما شفتوش. قليتها في الزيت وطرف بصل ايشالوت وملح وفلفل اكحل، ومن بعد قصيتها طروف طروف هكا، هذاك علاش من برا هكا غامقة ومن داخل بيضاء. هذا السكالوب اختياري، راه تحبوا سكالوب ولا طن ولا الزوز، انا نحب مخلط. صوص البيتزا نخليه لكم في صندوق الوصف، عملتها برشا مرات. والمعدنوس باش ننكهو بيه بطبيعة مش الكل. والزيتون اخضر اخترت واكحل وفلفل وبصل. بسم الله، ديما لي بات متاع البيتزا ولا الساندويتش نخدموهم بالفرينة. بسم الله، هكايا كملت حليتها. اول حاجه نعملها نجي للصوص، ناخذ الصوص بسم الله هكا، نحاول نجيبها بالطول شويه هكايا، نحبها تكون طويله. هكايا، ون تحبوا الحشو من لوطة فوق جبن ولا جبن من لوطة فوق الحشو. انا باش نعمل هكا وهكا، باش نحط شويه بصل هكايا من لوطة، مش برشا، فلفل، زيتون، هكايا ناخذ السكالوب
والطن. والجبن. هكايا نحط عليها المعدنوس هكا، المعدنوس يبنن على الاخر. بسم الله. وناخذها هكا نلفها هكا وهكا هكا، ننزل عليها مليح باش تتسكر. هكايا نجيب الطبق بسم الله ونحطها في الطبق اللي باش ندخلو للفرن. وما وفيتش الحكايه لهنا، باش نجي هوني وناخذ جبن باش نحط عليها كعبه هكا راكليت، كعبه كامله هكايا، ونحط فوقها فلفل وزيتون، نزينو هكا ونحط كعبة منا، نزين زادا هوني. مثلا يعني طريقة من الطرق، ونحط شوية معدنوس هوني فوق الجبن هكا وندخلها للفرن. أما طبعا باش نكمل نحط كعبتين أخرين بجنبها. نزينها هكا ونحطها في البلان تاعي كالعادة وعلى الفرن. والبيتزا حضرت باش تدخل الفرن هكايا، حطيتها على أعلى درجة، حطيت الفرن على أعلى درجة باش ندخلها تقريبا 20 دقيقة ونخرجها. ها هما بعد ما طابوا، واش طر الثاني؟ ها هما باش ندخلهم توا للكوشة. وهي البيتزا حضرت الأولانية، الشطر الأولاني روعة روعة في المنظر والريحة ما شاء الله. بسم الله. ها هيا ها هيك، ما غير ما نقعد نقول لكم روعة، المنظر وحده يحكي. وطبعا نقصهم مع بعضنا كعيبة. بسم الله. وهذا الشطر الثاني هاكا حضر. وبالشفاء ولهنا ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وفي حلقة اخرى وصفة اخرى ان شاء الله. وبسلامة.